بكل الرضا بنرجع لبعض. والحقيقه بوصفي امراه مصريه، والمرأة المصرية ليها مكانتها في دولتنا الجديدة، دولة 3/7. فلما تكون كمان المنسقة الإعلامية للمنتخب المصري الأستاذة إيناس مظهر، هي المرأة الوحيدة اللي في الأتوبيس اللي كله رجالة، ويعني ثقافة كلها ذكورية يعني بالمعنى اللغوي، يعني ده معناه إن احنا قدام مشهد فارق ويستحق إن احنا نبص عليه كويس. ومش بس كده، أنا عايزة بس أقول لحضراتكم إن الأستاذة إيناس هي رئيس القسم الرياضي في الأهرام وتلي، وهي في كمان نائب رئيس تحرير الأهرام. وربما تكون كتير من الصور اللي حملتها ذاكرتكم ليها صورتها وهي نازلة من الأتوبيس، لأن الأتوبيس هي لوحدها امرأة واحدة بتنزل منه وكل اللي وراها رجالة. الصورة دي أعتقد هي الصورة اللي ذاكرتكم كلكم فاكرينها، لأنه يعني امرأة وبعديها بقى كابتن حضري وكابتن كابتن وكابتن وكابتن وكل الناس الأسماء الذكورية دي. بس كمان أنا مهتمة أن أنا أقول لحضراتكم أن في زغروطة مهمة جدا، وأنا بنحاز انحياز كامل للعادات والتقاليد المصرية، وما عنديش أي شعور أن لازم نبقى نكون شبه حد. الزغروطة دي كمان اللي كانت بعد الفوز في ماتش المغرب، في قصة ورا المشهد ده والصورة دي، وربما ورا الوظيفة دي. خلوني سريعا أروح للأستاذة إيناس مظهر، المنسقة الإعلامية للمنتخب الوطني لكرة القدم اللي بتنضم لنا بالصوت والصورة. يعني أستاذة إيناس، خليني أمسي على حضرتك وأقول لك أنا فرحانة بيكي قوي النهاردة. مساء الخير استاذة أماني، أنا كمان مبسوطة إن أنا مع حضرتك، كنت أتمنى أكون مع حضرتك في الاستوديو. هيحصل في البطولات الجاية. خليني سريعا أقول لك يعني إيه المنسقة الإعلامية للمنتخب الوطني، والمصطلح ده بالنسبة لنا إحنا جديد فهتستحملينا، هي دي وظيفة يعني بالتعيين ولا بالمسابقة ولا ليها مواصفات؟ معلش كلمينا شوية عن المصطلح ده، أنت كلك جديدة في المشهد بالنسبة لنا كدور. لا هو مش جديد بصراحة، يعني المنسق الإعلامي مش جديد، وأنا شاركت قبل كده في 2009، كنت برضو المنسق الإعلامي لمنتخب مصر في كأس القارات. لكن دلوقتي يعني دلوقتي أصبح ضرورة، يعني قبل كده كان اختياري، كان ممكن الفرق يبقى معاها منسق إعلامي أو لا، لكن دلوقتي بالنسبة للاتحاد الدولي الفيفا وبالنسبة للكاف أصبح المنسق الإعلامي ضرورة، وأيضا ضرورة تواجده داخل أرض الملعب إن هو يكون من ضمن الجهاز الفني والإداري للمنتخبات المشاركة في البطولات الدولية والأندية أيضا المشاركة في البطولات العالمية، فأصبح ضرورة وبيهتموا بيه جدا، ولأن وظيفته كمان أصبحت أكتر من أي وظيفة تانية، لأن زي ما احنا عارفين الرياضة دلوقتي بقت بيزنس كبير، بقى في تسويق كبير، في فلوس كتيرة بتدفع، وبالتالي الأنشطة الإعلامية داخل المباراة أثناء المباراة وقبل المباراة وما بعدها أصبحت كتير، فمحتاجين منسق إعلامي يتولى التنسيق، هو عارف الفرقة بتاعته مع الاتحاد الدولي أو مع الاتحاد الأفريقي. طيب خليكي قوليلي كده، ايه اكتر حاجة لما نجحتي ان انت ترتبيها، سواء كان جريدة او لقاء او يعني اي نشاط ضمن مسؤوليات عملك، كانت بالنسبة لك قلتي واو انجاز يا ايناس؟ بصراحة كله كان إنجاز، يعني بصراحة البطولة ديت كانت رائعة، يعني دي أكتر حاجة قدرت إن أنا أعملها. طبعا أنا أكبر إنجاز ليا كان لما شاركت كمنسقة إعلامية مع الاتحاد الدولي الفيفا، وكنت مسؤول في نيوزيلندا وفي كأس العالم للسيدات، وكنت مسؤولة عن مجموعة كاملة بكل الصحفيين اللي فيها وكنت ضمن وفد الفيفا. دي كانت أول اختبار ليا، وفعلا انبسطت لان هم ارتاحوا لشغلي، وكانت اول مره ليا، فقلت فعلا هو ده كان اكبر انجاز ليا، ويمكن ده ساعدني ان انا لما جيت اشتغل ابتديت دوليا، فلما جيت اشتغل على المستوى المحلي فانا كنت فاهمه كويس قوي المتطلبات واللوائح الدوليه الخاصه بهذا المنصب، وبالتالي الحمد لله قدرت انجح فيها. في نفس الوقت واحنا في الجابون مش عايزه اقول لحضرتك، يعني انا فعلا كنت مبسوطه
جدا لتعاون اللاعبين معايا ومدير المنتخب المهندس ايهاب لهيطه لتفهم هذا النوع، لان قصه الاعلام الوفد المصري قدر ان هو يعمل حاله داخل الجابون، وسائل الاعلام العالميه والدوليه كلها كانت بتتنافس علشان تاخد احاديث من اللاعبين المصريين والجهاز الفني، وده كان فعلا انجاز ان احنا وصلنا مع اخر البطوله من بعد مباراه المغرب بقى المؤتمرات الصحفيه الخاصه بينا كاملة العدد. يعني مع بداية البطولة ما كانش الإقبال من الإعلاميين ومن الصحفيين العالميين زي ما كان من بعد ما تأهلنا لدور الثمانية، ابتدوا بقى كلهم يدركوا أهمية المنتخب المصري وإن هو فعلا عاد بقوة ومش راجع لمجرد العودة، ولكن عاد ليثبت مكانته تاني وجدارته ويثبت لهم فعلا إن البطولة في الثلاث سنوات أو الثلاث مرات الماضية اللي ما كناش متواجدين فيها كانت بدون طعم. إحنا قعدنا المصريون أعادوا الروح مرة أخرى لكأس العالم لكأس الأمم الأفريقية وإن شاء الله كمان لكأس العالم. خليني أسألك، يعني الزغروطة اللي طلعت منك بشكل عفوي أو تلقائي بعد الفوز على المغرب كان وقعها ايه؟ وكمان انا مهتمه انك تحكي لي مين اكتر لعيب كان مطلوب يتسجل معاه وايه نظام التسجيل؟ هل التسجيل ده بيبقى ضمن الجزء الاقتصادي يعني بفلوس، ولا تحت مظله بطوله معينه بيبقى مسموح ان احنا نعمل الكفرج يعني التغطيه بالطريقه زي ما احنا بنشتغل؟ الاول بقى بالنسبه للزغروطه والله طلعت طبيعيه، يعني ماتش المغرب كان ماتش يعني حساس جدا. انا بامانه ربنا كنت قاعده في المدرجات ورا على طول البنش بتاع اللعيبه، بس جيت بقى في اخر ربع ساعه مش قادره امسك نفسي، يعني خلاص كنا للصفر صفر، الموقف مقلق، فنزلت وقفت في النفق وقلت لا انا مش هتفرج على المباراه، بس برضو قلبي بياكلني عايزه اشوف اي حاجه، سامعه الدوشه بره في الاستاد، فكان في سلالم فطلعت عليها شويه وقلت اشوف فاضل كام، فلقيت الفريق المصري ناحيه بيقترب من مرمى الفريق المغربي، فقلت طب اقرب اشوف ده شكلها هجمه. اول ما جت الجون جه الجون بتاع كهربا انا ما حسيتش بنفسي، حسيت ان انا يعني لا ما حسيتش بنفسي، انا ما حسيتش انا مين وبعمل ايه، انا قمت نطه السلالم جري واخدتها جري، طبعا هم كلهم في وسط ارض الملعب بيهيصوا وانا واقفه بزغرط ومش واخده بالي بقى مين بيصور مين بيعمل ايه انا فين، ما حسيتش خالص بنفسي، طلعت مني طبيعيه يعني فرحه، انا حسيت وقتها ان انا مشجعه مش ضمن الوفد، يعني ما اعرفش طلعت كده دي جميله الحمد لله. وبعد كده بقى اللعيبه صمموا ان انا ايوه انا عايزه اسمع كملي لي. اللعيبه صمموا ان انا لما اطلع بعد لما عرفوا لما طلعنا الاتوبيس ان انا ازغرط لهم، ودي كانت اول مره، وكانوا طبعا مستغربين لان هم شايفين ان انا يعني سيريس شويه جاده شويه في شغلي والمؤتمرات وترجمه ولغات ومش عارفه ايه، ففاجئوا بالزغروطه حسوها يعني بنت بلد يعني أيوة. ودي فعلا يعني احنا مهما كنا احنا اولاد بلد طبعا. فبعد تاني مره بعد مباراه قبل النهائي اول ما طلعت الاتوبيس بعد ما خلصت المؤتمر الصحفي قالوا لي فين الزغروطه يلا فاضل لك واحده النهائي، فطبعا الحمد لله. طيب ده جميل جدا. معلش قولي لي ولو بشكل مختصر ازاي بتاخدي المواعيد ومين اكتر حد كان مطلوب؟ بعض الصحافه الاجنبيه قالت ان الحضري كان هو نجم هذه البطوله مش بس نجم الفريق المصري، لدرجه ان طبعا اتقال يعني ان عيسى حياته قال اللي فات كوم والفراعنه رجعوا مره تانية اجهزوا للي جاي. بالظبط فعلا، يعني انا عايزه اقول لك المصريين يعتبروا يعني لما جم غيروا شكل البطوله وبرضو اكدوا ايه اللي هيحصل في المستقبل، يعني الفريق قد ايه هو واعد، ويعني زي ما بيقولوا ثريتنينج هيهدد تاني باقي الفرق، وده ده اللي قاله مدرب المغرب رينار، قال الفرق المتنافسه او الفرق الافريقيه لازم تعمل حساب عوده مصر لان مصر عادت وعادت
بقوة. بالنسبة بقى للعيبة، طبعا معظم اللعيبة المحترفين بالذات، يعني طبعا عصام الحضري كان نمرة واحد لدرجة ان انا ما كنتش بلاقي وقت ان انا اوضب له المواعيد، ومن خصوصا ده كان كله الاعلام العالمي من انجلترا ومن فرنسا ومن المانيا ومن امريكا، فكنت ساعات بجيب اتنين تلاته مع بعض لو صحافه مكتوبه اقول لهم انتوا التلاته تقعدوا مع بعض ونسجل، وانا مثلا اترجم لهم، لما بتبقى كاميرات تلفزيونيه بجيبهم واقول لهم هيقف وكل وانتوا كلكم مع بعض، لان برضو في وقت معين ومش عايزين برضو نرهقه، لان يا اما هيبقى قبل التدريب او بعد التدريب، مش بنحاول ان احنا نخلي اللعيبه ان هي تتكلم اثناء التدريب، لا بيركزوا تماما في التدريب، وفي الفندق بيركزوا في وجودهم في الفندق، فكنت بحاول اظبط المواعيد. محمد صلاح، النني، احمد المحمدي من اكتر الاسماء طبعا، بما ان هم لعبوا في انجلترا او في اتنين ما زالوا بيلعبوا، وصلاح راح روما، وبرضو الايطاليين كانوا بيطالبوا بمحمد صلاح، دول اكثر اللاعبين، وعصام الحضري هو اكثر حد فعلا عمل كم حوارات مطوله. وكان سامحيني عشان الوقت ده، عايزه جمله قصيره جدا على المدرب كوبر. المدرب كوبر مدرب محترف ونجح ان هو يوصل بالفريق المصري، وطبعا ان شاء الله هو طبعا هو كل حزنه على ان هو ما قدرش يسعد الشعب المصري لحد الاخر وياخدوا الكأس، ولكن هو بيعد ان شاء الله انه يساهم في تأهل مصر لكأس العالم. استقبال الرئيس في جملة قصيرة جدا. استقبال الرئيس طبعا اثلج صدور اللعيبه، عايزه اقول لك واحنا في الطياره اول ما سمعوا ان الرئيس هيستقبلهم تحت قبل ما ننزل خدوا نفسهم، شموا نفسهم، كانوا مكبوتين من ساعه بعد انتهاء المباراه وعدم الحصول على الكاس، وهو ده اللي ريحهم شويه وحسسهم فعلا ان القياده. بشكرك يا ايناس وسامحيني جدا، وان شاء الله مره يبقى وقتك اسمح وتبقي ضيفتنا، الحوار معاكي ممتع بجد، وانت نموذج لعام المراه المصريه 2017. بشكر الاستاذه ايناس مظهر المنسقه الاعلاميه للمنتخب الوطني لكره القدم، وبشكركم، ويا رب ربنا يديني ويديكم الصحه لحد ما يتجدد اللقاء يوم السبت القادم مع بين السطور. الى اللقاء.